بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 75 بعد 100 الأولى من سيرة سيد المرسلين صلوا عليه. نحن الآن بصدد الحديث عن استقرار الحبيب بالمدينة بعد الهجرة وشروعه في بناء دولة الإسلام. ومع اللبنة الأولى من اللبنات الثلاثة التي وضعها النبي أساسا لدولة الإسلام، وهي استمرار تزكية الأمة في المدينة وتربيتها حتى تستمر تربية الرعيل الأول إلى آخر الخط. فكان أول ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هي بناء مسجد رسول الله لتستمر تربية الجيل الذي تخرج من المسجد والذي انساب بعد ذلك في الكون كله يحمل أمانة الدعوة إلى العالمين. تخرج منه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد والمثنى ورجال ملأوا سمع الدنيا وبصرها. مسجد، وكان من ناحية المبنى عريش كعريش موسى. بعد ذلك بدأنا في الحديث عن دور المسجد، فتحدثنا عن الدور الأول وهو مركزية المسجد في بلاد المسلمين، ثم الثاني وهو المسجد رمز لشمولية الإسلام. وبدأنا بالنقطة الأولى وقلنا إن المسجد يقوم بدور استمرار العبادة. تحدثت في هذا الدرس الماضي عن هذا اللون العبادة، إنما تؤسس المساجد لعبادة الله سبحانه، وترتفع المآذن مجلجلة في السماء بالتكبير والآذان، في الأرض كلها تنادي على العباد لتنتشي لهم من الغفلة ويأتون إلى بيت الله سبحانه عز وجل، يقفون مصطفين بين يدي ربنا العزيز سبحانه، متوجهين بوجوههم إلى القبلة وبقلوبهم إلى الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل. تحدثنا عن هذا. الثاني، الدور الثاني، يلا أصدي من بعد الدور ديال العبادة واسم الدور الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى لليوم وزن. واسم الدور الثاني هو زيدس، وهو إن شاء الله تعالى هو جامعة وليس جامع فقط، جامعة يتعلم فيها الدين، يتعلم فيها الإسلام، لكنها ليست كالجامعات العصرية، لأن الجامعة العصرية إنما يدخلها ويلجها أصحاب الشهادات. حتى تكون عندك الشهادة ديال البكالوريا تدخل الجامعة ثم تذهب إلى تخصص معين، أما الجامع فهو جامعة يقصدها كل الناس بغير شهادة إلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة الإسلام. كل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسافرا أو ضاعنا، كلهم يتوجهون للمسجد لتعلم الدين. فأهم دور للمسجد وهو تعليم الأمة دينها. الله، لأن المساجد لم تبنى فقط لكي تفتح في أوقات الصلاة وتغلق بعد تأدية الصلاة كالإدارات. إذا لم تكن المساجد ممن يقوم بدور توعية الأمة ورفع الجهل عنها ومحو أميتها بأبجديات الدين، فإن دورها يكون قاصرا. الآن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أعظم وسائل العلم التي تنتشر في المساجد خطبة الجمعة، وقد تحدثت أن من أعظم ما يمكن أن يربط الناس بالدين هي خطبة الجمعة. ولذلك فإن أعداء الله تعالى حاولوا أن يحاربوا المسجد من خلال إفراغ خطبة الجمعة من مضمونها ومعناها. هذه الخطبة، ثم هنالك الحلقات، حلقات الدرس،
على خط الدرس، كان بكري المساجد مفتوحة طول الوقت، دروس في الفقه في أصول الفقه، تصب الشيباني يحضر في كل عشية ما بين المغرب والعشاء، والفقيه يجي وكيدير له فقه الصلاة، فقه الوضوء، فقه الطهارة، ما كاين شي واحد في الحي اللي ما يكونش تعلم أبجديات الدين، كيدير يصلي، كيدير يتوضا، كيدير يغتسل جنابة. حتى هذه الأمور الآن أصبحت مجهولة عند شباب المسلمين. ولو كنتم تستمعون إلى الأسئلة التي يطرحها أبناؤنا من شبابنا البعيدين عن المسجد والذين تاهوا في المجتمع ولم يجدوا صلة توصلهم بالعلماء والفقهاء، حيث بينهم وبين الشباب عياذا بالله حواجز كبيرة، لو تسمعون إلى أسئلتهم لتيقنتم أن شبابنا المسكين أصبح ضائعا لا يعرف من الإسلام إلا الاسم ولا من القرآن إلا الرسم. وهذا من علامات الساعة. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال الحبيب صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى لا يرفع هذا العلم ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يرفع هذا العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا وسئلوا في الدين فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنها المصيبة، إنها الكارثة، إنها سكرة الجهل. حينما تستمرئ الأمة الجهل عياذا بالله، فاعلم أن الجهل يقود أهلها ويقود أهله والعياذ بالله إلى كل نقيصة ومنقصة في القول والسلوك والعقيدة والفعل والعمل والممارسة. سبحانك يا رب سبحانك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجال الأول في الخطبة، كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد على المنبر وراح ليخطب في الناس خطبة الجمعة والأعناق تشرئب ترتفع لكي تتملى طلعة النبي البهية على منبر رسول الله، فيستفتح النبي بالحمد ثم يخطب فيهم واعظا يذكرهم بالله واليوم الآخر، فيرتفع صوته وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. كان إذا خطب في الناس اهتز المنبر وبكى الناس ويسمع الناس كلامه من خارج المسجد. هذا رسول الله الخطيب صلى الله عليه وسلم. كان ذات مرة يخطب عليه الصلاة والسلام ونفر ثلاثة يمرون بجانب المسجد، فقال بعضهم لبعض: رسول الله يدرس العلم يخطب، هيا بنا لنأخذ حظنا مما يجود به النبي على الأمة. فأما الأول فالتفت إلى داخل المسجد، مسجد رسول الله اللي كان يعلم فيه الناس، مش غير يصلي بهم يعلمهم، التفت فوجد في أول الصف فرجة، فصار يتخطى الرقاب حتى وصل إلى الفرجة فجلس. وأما الثاني فنظر في المسجد فاستحيا أن يتخطى الرقاب فجلس حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث نظر عن يمينه وشماله ورأى أنه ليس ثمة أحد يراه، ثم ترك المسجد ولم يجلس للاستماع إلى العلم. فلما انتهى النبي من خطبته قال: لا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة. شو كان يخطب وشوف عنده الخبر على هذا الثلاثة، أخبره الله. يا سبحان الله، باش يعلمنا احنا، سبحانه. قال: أما أحد الثلاثة فقد آوى إلى الله فآواه الله. ورب رب 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 لك يحضر في المجالس ديال العلم ويدخل نعمس دي في وسط الناس، راه آوى إلى الله فآواه الله، أصبح عند الله، أصبح مأويا من قبل الله، غرق في رحمة الله. وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه،
جلس يصمت، قال غير هنا راني كنسمع سيدي، المقصود راني كندير باش نوض لا اله الا الله نتخطى الرقاب، لا حول ولا ما قديتش سيدي ما قديتش، استحيا من الله فاستحيا الله منه. واما الثالث فاعرض عن الله فاعرض الله عنه. من يعرض عن تعلم العلم في المساجد هو معرض عن الله، لان تعلم العلم هو سلوك لسبيل الجنه. قال الحبيب صلى عليه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إن الحبيب يخبرنا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. حينما تخرج من بيتك وتروح إلى مسجد النبي لكي تتعلم العلم، بنى الله لك بيتا في الجنة في غدوك ورواحك. الله. ومن مات يطلب العلم مات مجاهدا في سبيل الله. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وربي يا ربي. وإن العلماء لتستغفر لهم الملائكة في السماء، ويستغفر لهم الحوت في البحر، حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. ربي 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 ربي. فقد كان رسول الله معلما في المسجد وخطيبا وإماما، إماما يصلي العبادة، خطيبا يقيم في فريضة الجمعة، ومعلما أي كان يقوم بدروس خاصة للرجال وللنساء. الرجال نعم كان يعظهم في كل مرة يريد أن يصحح انحرافا، يقول الصلاة جامعة في غير وقت الصلاة، فيجتمعون فيقول عليه الصلاة والسلام يعني ذاك السيد اللي انصرفت أرسل عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه جاب يجبي الزكوات، فلما جاء قال هذا زكاة المال وهذا أهدي إلي. فصعد النبي يعلم الناس أن من ولي من أمور المسلمين شيئا وأعطي من حقوقه من ميزانية الدولة ثم أخذ أموال الناس بدعوى أن هدايا، قال عليه الصلاة أبعث الرجل منكم عاملا على الصدقات فيأتيني فيقول هذا حق الله وهذا أهدي إلي، ألا هلا جلس في بيت أمه وأبيه وينظر هل يهدى له شيء، ما أخذه فهو غلول. ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. يعلم الناس، ما كاش حاجة اللي ما يعلمش فيها الناس صلى الله عليه وسلم. بل لا يكتفي بتصحيح التصورات التي تنتج عنها سلوكات منحرفة، ولكن كان يجلس للناس يعلمهم في مجالس، حال المجالس يعلمهم في مجالس، كان يقيم جلسات للرجال يعظهم يذكرهم. سبحان الله. ويسقسيه الصحابة، كل واحد يسقسي صلى الله عليه وسلم. وذات مرة نساء الصحابة أرسلن له من المدينة من تمثلهن، وافدة نساء المدينة اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن. قالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إلي. مرحبا بوافدة النساء، ما ورعك؟ قالت يا رسول الله إن النساء يسألنك سؤالا، هل أرسلت للرجال والنساء معا أم للرجال فقط؟ قال بل للرجال والنساء. قلت فلقد غلبك الرجال عنا، تعطيهم دروسا وتعلمهم، أولسنا نحن أيضا أولى بأن نتعلم منك؟ أتريدنا أن نظل حبيس البيوت لا نستمع إليك؟ أصحابك الذين يحضرون لا يبلغوا لنا ما يسمعون منك، فلو أن أزواجنا الذين يحضرون جلسة العلم بين يديك يبلغون ما سمعوا من النبي إلى أزواجه، ما جئناك نطالبك بحقنا في التعلم. أكو تفهمون يا الواش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى شو اسمع الله يجزيكم اسمعوا
ما أحسن ما تقول هذه المرأة. ما قلاش ما عنفهاش، ما قلاش كما يقول شي واحد ما تمشيش للجامع، هاك جلسي في الدار، هي تظل في الطوبيس تجرجر في الأسواق وتتحكم على الرجال، اللي تخرج مع الصباح ما توليش، والجامعة يقول لك ما تمشي للجامع. ماشي هذه مصيبة، ماشي هذه مصيبة. السؤال يسقسيه هكذا، اللي ما تمشيش للجامع فين تمشي؟ الحمام تمشي له، الزنقة تمشي لها، السوق تمشي له، الخضرة تمشي لها. إيوا ومي تمشي تتعلم ما تتعلمش، نخرجوا غير البوتيات غير المقارش، هذا اللي ربيو لنا الجيل. فإذا بالحبيب لا يظل حبيس الشعارات، بل يقول لهن سأعقد لكن مجلسا أدرسكن فيه، فخصص لهن مجلسا كان يعظ النساء فيه. صلوا عليه. وغنقول للناس يعني ماشي، سيد النبي هو كان يدير الدرس للنساء، سيد النبي كان يدير الدرس للنساء مباشرة، ما كان لا حجاب ولا يديك لا يرضك. أنا نقولها من الآن، التعقيدات التي اخترعها واختلقها الكثير من الفقهاء، بخصك لا تدير للنساء، يخصك نعم تدير الحجاب وتدير كذا، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، كل هذا بإذن الله تعالى لا أصل له في سنة الحبيب صلوا عليه. حينما كان الحبيب يدرس النساء لم يكن بينه وبين النساء حجاب، بل إنه قال لهن ذات مرة في يوم عيد: أيها النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة جذلة، سعفاء الخدين. سعفاء الخدين، ما معنى سعفاء الخدين؟ سمرة فيها شوية حمرة في الوجنة، حمرار في الله، هي سمرة وعندها الحمرار في الوجنتين. شكون اللي وصفها؟ وصفها الراوي، معنى الراوي كان شافها وكان معه بلال رضي الله عنه ومعه بلال. فقالت له: يا رسول الله، ما لنا نحن أكثر أهل النار، علاش ناش درنا احنا نسى؟ قال: لأن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير، تسبوا بزاف، والراجل عمرو ما تقولوا فيه الكلمان تاع زينة، يدير فيكم الخير ولكن تقولوا غير ما شفناش ما درتش ما كذا ما. هذه هي المرأة، دير كيما يدير جارك، ولا حول باب دارك سيادك دار وانت ما درت والو، عجبت انت عجبت انت عجبت، هذا هو اللي يخليكم تدخلوا جهنم. المقصود والشاهد عندنا ان النبي صلى الله عليه كانت له جلسات يدرس فيها العلم لاصحابه في المسجد، وكانت له جلسه خاصه للنساء يدرس فيها العلم للنساء، لان المسجد دوره ان يعلم النساء والرجال الكبار والصغار هذا الدين، فنحن كلنا مكلفون بالإسلام، رجال ونساء، خصنا كاع نعرفوا الإسلام، عباد الله. احنا كاع غادي سنسأل عن الإسلام يوم القيامة، رجال ونساء، إذا خصنا كلنا نتعلموا الإسلام. ثم كان عليه الصلاة والسلام يشجع زيادة على جلساته العلمية، يشجع الصحابة أن يتعلموا في المسجد ويعقدوهم أيضا في حياته، يعقدون ماذا؟ حلقا حلقا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة إلى المسجد فوجد حلقا حلقا، في كل حلقة انزوت إلى زاوية تتعلم نوعا من العلم، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقف على كل حلقة ثم يبدي ملاحظته. قال في الأولى: وقد وجدهم يحفظون القرآن ويتلون ويتعلمون ترتيلا، قال: أنتم على خير، تتلون كتاب الله، إن شاء الله تعالى أعطاكم وإن شاء منعكم. ثم انتقل إلى حلقة أخرى فوجدهم يجتهدون في الدعاء، يسألون الله من خيرات الدنيا والآخرة، ثم قال لهم: وأنتم تسألون الله تعالى من خيرات الدنيا والآخرة، إن شاء الله أعطاكم وإن شاء منعكم. وتحول إلى الحلقة الثالثة فوجدهم يدرسون العلم يتعلمون، فقال: أما أنتم فتتعلمون وتعلمون في المسجد، وإنما بعثت معلما
فجلس مع هذه الجلسة، ترك الجلسة التي يقرأ فيها القرآن، وترك الجلسة التي يسأل فيها أهل الجلسة ربهم، ثم جلس مع من يعلم ويتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة العملية يفضل هذه الجلسة على كل المجالس، فجلس معهم، اختارها ورجحها على كل الجلسات. الله الله الله. إذن فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زين يخطب زين، ويقيم جلسة للرجال زين، ويقيم جلسة للنساء زين، ثلاثة وأربعة واسمه، يشجع المسلمين على إقامة حلقات من غير حلقته يتعلم فيها الناس الدين. يا ربي يا ربي. والخامسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوفود أو الرجل الغريب أو يكون على المنبر يخطب، فيدخل الرجل فينظر إلى صلاته فلا يحسن الصلاة، فيقطع النبي خطبته. أو يا ابن ملوك يدير هالشي واحد بينا. أو يا ابن سبحان الله. فينزل من المنبر فيقول له افعل كذا وكذا وكذا وكذا. واحد مرة نزل من المنبر بالخطبة، شوف شوف، قطع الخطبة، سمعوا يا المسلمين، قطع الخطبة وجلس، فتوجه نحو رجل جديد قادم المدينة اسمه وائل بن حجر رضي الله عنه. الله. فأجلسه على كرسي، والنبي هكذا بما جلس مقرد، والأخر جلس على الكرسي، فصار يعلمه حتى درسه أمورا ربما تتعلق بآداب المسجد لأنه دخله أول مرة ورآه جديدا. فلما أتم مقابلته معه عاد إلى المنبر ليتمم الخطبة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العلم شحال مهم، العلم شحال مهم. سبحان الله سبحان الله. كان ذات مرة مع أصحابي رايد يدير الدرس ياك، ويجي واحد السيد يصلح له، فيترك الصحابة ويتوجه إليه فيقول له صلي فإنك لم تصلي، أعد الصلاة. هو كان مع أصحابه ويشوف الآخر. هذه مهمة العلماء، كي يشوفوا شي واحد ما يعرفش شي حاجة في الدين ما يخليهوش، يعلموه صلي فإنك لم تصلي. فأعادها مرة ثانية فسلم، فقال صلي فإنك لم تصلي. فأعادها الثالثة وسلم على رسول الله، فرد النبي السلام وقال صلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله هذا كل ما علمت. أنا الشيء نعرف لك غادي نولي 100 مرة غادي شو السيد النبي صلى الله عليه وسلم، شو التعليم، شو ما علموش في المرة الأولى ولا في المرة الثانية، حتى قال له علمني. صلى الأولى ماشي هاكلك، خلاه قال له عاود ولي صلي، عاود ولا ما كانش، خلاه عاود حتى قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم إيه كبر وأنت قائمة، كبر الله قائمة، ثم اقرأ ما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم المسيء صلاته في 15 ثانية. فسمع الرجل واستوعب بهذه الطريقة الحكيمة البليغة، فأعاد الصلاة بين يدي رسول الله، فسكت النبي إقرارا لصحة الصلاة. الله. إذن الخامسة كان واسمه يعلم من يأتي من بعيد. السادسة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوفد غير مسلم يبيح له المسجد
يدخلهم المسجد فيقرأ عليهم القرآن ويعلمهم أمور دينهم، فمن أسلم منهم فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمره على القوم بعد أن يسلمه، اسمع، يسلمه للصحابة، يقول له ما تمشيش تدقل السمانة مع أبو عبيدة. يا أبو عبيدة عندك هذا سيمان علم الدين، يمشي منا القرية نتاعه والقبيلة ديالو، أتعلم المبادئ ديال الدين الكبرى لكي يحمل الدعوة في قبيلتي. الله. بل أغرب من ذلك تجدون أن الحبيب صلى عليه حينما واجه المشركين في أول مواجهة مباشرة في غزوة بدر، فنصر الله تعالى في يوم الفرقان أصحاب النبي على المشركين، أسروا بعض الأسرى، وكان الأمر يتطلب واسمه هذا الأسرى إما أن يفدوا يمن عليهم رسول الله، وإما أن يفتدوا أنفسهم بالمال، وإما لكن صلى الله عليه وسلم ذكر اللي ما عندهمش واسمه دارهم واش دارهم. قال أيكم من الأسرى زين يعرف الكتابة والقراءة؟ يا الله. فانبرى كل من يعرف الكتابة والقراءة فقال إن مقابل الفداء، إذا أردتم أن تفتدوا أنفسكم قدموا مقابل ذلك، كل واحد يعلم 10 من أطفال المسلمين الكتابة والقراءة. الله. يبتكر أساليب جديدة ليشيع في الناس العلم. احنا عباد الله إلى الجمع ما بقى شيء يتعلم، فتحوا الجراجات، ديروا الخيام والقيطونات، ديروا قيطونات متنقلة، خيام متنقلة للشباب. أنا أرى خطرا داهما على الشباب من الأنترنت والمواقع الإباحية التي يزورها الآلاف بل عشرات بل مئات الآلاف، خربت العقول. قرأت في دراسة أن النظر إلى مواقع الإباحية لها تخدير أشد من تخدير الأقراص المهلوسة، هذه أول مرة قرأتها. إن اسمع اسمع، قالت الدراسة العلمية إن إدامة النظر في المواقع الإباحية من قبل الشباب زيد واسم الدير لها أثر زيد القرقوبي على العقول، أي هي نوع من التخدير. أوروبا ما يقدرش يداوي روحه، كيولي له جلوله في الدم، تخدير معنوي. هذه لي أول مرة قرأتها، وكنت بكري كنسمي هذا تخدير معنوي، حتى قرأتها دراسة علمية تشير إلى أن إدامة النظر في المواقع الإباحية تصيب الإنسان بتخدير لعقله، يصبح أسيرا للشهوة، أسيرا للانحراف. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذه من ابتكار الوسائل لتعليم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم. ثم من جملة الوسائل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما سمحت له الفرصة وخاصة في المناسبات إلا ويغتنم المناسبة لكي يعلم الناس، يربط الحال بالمكان، والمناسبة شرط. فكان عليه الصلاة يعلمنا الحكمة في تعليم الناس فيربط الحال بالمقال. فإذا ذهب النبي ليصلح بين الناس وعظ حول الصلح، فقال في مرة وهو يصلح بين الناس وقد شغل عن الصلاة المكتوبة، قال لهم عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ألا أنبئكم بخير من الصلاة والصيام والصدقة أي النافلة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيعلم وهو يصلح بين الناس، يعلم، يدفن الموتى ويجلس على الأرض فيمكت بعود على الأرض فيقول إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فيروي لهم قصة رحلة الإنسان من الدنيا إلى القبر وإلى المولى سبحانه
وحياة البرزخ كلها في القبر، في القبر. حول القبر إلى مكان للموعظة، وحول بيوت المسلمين إلى أماكن للعلم، وحول بيوت المسلمين إلى أماكن للعلم، وحول الشوارع والأزقة أماكن لإفشاء وإسداء العلم. أصبح المكان كله بالنسبة للنبي جامعة. حينما بنى المسجد لتعليم الناس هذا غير منطلق، ولكن حول الحياة كلها محرابا لتعليم الناس. يعلم الناس في القتال، قاتلوا باسم الله وفي سبيل الله، لا تغلوا، لا تجهزوا على جريح، لا تقطعوا شجرة، لا تجهزوا على جريح، لا تقطعوا شجرة، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا امرأة. سبحان الله. إذن فكل الأرض وكل الأحوال وكل الأزمان هي ظروف يملأها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. يعلم، يعلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحسن اسم تاع سيد النبي، واسمه هو، واسمه هو، واسمه هو المعلم. راه عندك واحد الأغنية ياك تاع واحد السيد يقول له ها أو كي يقولوا كي يسميوها وكي يسمي الأغنية كي اسمها المعلم، المعلم، الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم. وأنا أفكر إن شاء الله في إعطاء سلسلة من بعد إن شاء الله كي يكمل شي سلسلة، الرسول المعلم كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبماذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأين كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى حينما نصل إلى هذه هذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فالمسجد مكان ليس للعبادة فقط، ولكن لتعليم الدين. قولوا لي الله يرحمك ولا سقسيتكم الجوامع تاعكم هنا كيعلموا واش كاين شي دروس ولا ما كانش؟ ايوا جاوب. ايوا غير قولوا لي ما سمعتكمش. منعوهم. شكون اللي منعوهم؟ صيفط واحد اللائحة لفوقها منها الجهة ديالنا اللي هو منوع شي واحد يدور في المحراب. لا ما كاينش شي هنا اللي الائمه اللي كيديروا الدروس. لا لا الائمه ناعسه. لا ماشي مثلا لا كاين شي واحد اللي كيديروا الدروس، ما كاينش اللي يدير الدروس. واخا يمشيو للمجلس العلمي ويجيبوا الرخصه باش يديروا الدروس. انتم اللي ميتين. شمن المندوبيه هذه؟ تحملوا المسؤوليه نتاعكم. اللي بغى يتعلم الدين هو يدي مردي. هو يمشي عند المجلس العلمي ويحملوا المسؤوليه يقول له احنا خصنا نتعلموا ديننا، واش بغيتونا نمشيو عند سيدي ربي جاهلين ولا؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ان العلم، طلب العلم فريضه، والفريضه من اداها اثابه الله، ومن تركها عاقبه الله. بل هي ليست فريضه فقط، هي فريضه قبل الفريضه، اي اول ما انزل هي اقرا ولم ينزل صلي، لأنك لا تستطيع أن تصلي حتى تتعلم أولا كيف تصلي. فكل ما في ديننا يحتاج أولا إلى العلم. ودائما واحد القاعدة كنذكر بها الشباب وكنقول لهم عقلوا على القاعدة، لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على فعل أي شيء حتى يعلم حكم الله فيه. كيدير يصلي، كيدير يصوم، كيدير يتزوج، كيدير يطلق، كيدير يبيع، كيدير يشري. كان عمر يقف على باب السوق ويقول: من لم يتفقه في ديننا فلا يدخل سوقنا، من لم يتفقه في ديننا فلا يدخل سوقنا. غادي ياكل الربا وياكل الحرام اللي ما يعرفش الدين، غادي يغش، غادي يغر الناس، غادي يدرك العيب ديال السلعه، غادي يحلف وهو كذاب، غادي يدخل جهنم لأنه لا يعرف أصول البيع والشراء ولا ضوابط البيع والشراء. عباد الله، هذا الأمر خصك أنت تستشعره، ماشي شيك المندوبية، أنت اللي مكلف به، أنت اللي غادي يسألك الله يوم القيامة: هل تعلمت أمور دينك؟ ما تعلمتش. علاش؟ ألم تكن صحيحا؟ ألم أهبك العقل؟ ألم أعطيك الوقت الكافي؟ ألم أعمرك دهرا طويلا؟
ألم أجعل لك في بلدك علماء وأئمة وخطباء ووعاظ؟ كان عليك أن تحمل هذه الجهة المسؤولة رسمياً أن تقوم بواجبها في تنوير الشباب وتعليمهم أمور دينهم وربطهم بعقيدتهم وبكتاب ربهم وسنة نبيهم. علاش ما تتعلمش يا سيدي؟ علاش؟ وبعد ذلك زين قام الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بتأدية هذا الدور أروع قيام. وهنا لابد من أن نذكر هذه القصة العجيبة، قصة أبو هريرة رضي الله عنه. شوف أبو هريرة رضي الله عنه كما سنرى هو عنده الدار وعنده كل شيء، لكن رفض أن يأوي إلى بيت، ولكن أحب وآثر أن يبقى في المسجد، يسكن في الجامع ديال النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ قولوا علاش؟ وكان يقبل من القوت زيد الشيء القليل، كان ياكل تمرة في النهار. كان من أهل الصفة، سأتكلم عليه في السيرة من بعد ذلك. كان يرضى بالدون والقليل من الطعام. علاش تعرفوا علاش؟ علاش؟ تعرفوا اسمه قالوا للصحابة؟ قالوا له إنك تروي الأحاديث الكثيرة عن رسول الله لم يفعلها حتى من أسلم قبلك، أنت لم تسلم إلا في السنة الثامنة، أي في خيبر، أو للسنة السابعة في خيبر ده الهجرة، وعندك أنت تروي أكثر أبو بكر وأكثر عمر. قال لهم لا، ما تقارنوش بيني وبين الصحابة الأوائل، هؤلاء كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وأنا حبست نفسي في المسجد قريب للنبي غير حد البيت ديال عائشة اللي لاصق مع الجماعة، وأتربص وأنتظر، وليس لي إلا شغل واحد هو أن ألتقي بالنبي وأسمع منه، فصرت أجمع كل ما أسمعه من النبي. وكان رسول الله كلما خرج من بيته وجدني في المسجد أنتظر. وذات مرة فهم النبي ما يريد، فجاء النبي بثوب فرماه فقال اجمعه، فجمعته فلم أنس بعد ذلك حرفا سمعته من رسول الله. وخرج ذات مرة من المسجد ودخل عليه فوجده مع غلامين يدعوان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم مزيان مزيان مزيان، ادعو أنت يا رب يا رب، ادعو أنت يا رب يا رب. فوصل إلى أبي هر قال ادعو أنت يا أبا هر. قال اللهم إني أسألك ما سألكه هذان، وأسألك معه علما لا ينسى. قال سبقكم الغلام الدوسي، سبقكم الغلام الدوسي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين آمين. فكان جرابا للوحي، جرابا للوحي رضي الله عنه. ما كانش واحد اللي ما يعرفش أمة محمد أبو هريرة. الصحابة كان 124,000، ما كاين شيء، 124,000 صحابي اللي كاين. يجهل الناس أكابر الصحابة، كاين اللي ما يعرفش خالد، كاين اللي ما يعرفش عثمان، كاين اللي ما يعرفش سعد بن أبي وقاص، ولكن أبو هريرة يعرفه كل المسلمين. الله، لكثرة ما يسمعون من مروياته على المنابر في المساجد في الجمعة في كل العالم رضي الله عنه. أروي لكم قصته مع العلم. يا الله، خرج إلى السوق رضي الله عنه وأرضاه، ووجد التجار مقبلين على البيع والشراء نشيطين. قال لهم أيها التجار، أيها التجار، مشغولون بالبيع والشراء وإرث نبيكم يقتسم في المسجد، أولا تذهبون لأخذ حظكم من ميراث نبيكم؟ أشك تقول؟ ها؟ أبو هريرة صاحب النبي واش غادي يقول شي حاجة ماشي هذيك هي؟ اللي عنده شكورة باللحى، اللي عنده كذا. فهرع الناس إلى المسجد يريدون أن يحصلوا على قسمهم من ميراث النبي. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب يا أصحاب سنة أبو عمود، دعوة نتاعكم راه تبان لي كاع ميتة، يبانوا لي عينيكم شهالوا بعدها، قالوا شهالوا الدعوة بها اللي راكو.
الحصيلة سيدي. فخرج الناس نشطين إلى المسجد، فدخلوا إلى المسجد فما وجدوا أعراضا تقسم ولا أموالا توزع، فعادوا خائبين لم يحصلوا على شيء. فلقيهم أبو هر في الطريق، قالوا غفر الله لك يا أبا هر، أرغمتنا على ترك شغلنا في السوق على أمل أن نحصل على حظنا وقسمنا من ميراث النبي، فلم نجد شيئا يقسم. قال الله، ألم تجدوا شيئا يقسم؟ الله. قالوا والله لم نجد شيئا يقسم. فماذا وجدتم؟ قالوا وجدنا الناس توزعت حلقا حلقا، كل حلقة انزوت في مكان من المسجد تتعلم أمرا من أمور دينها. قال ويحكم، وما تظنون ميراث النبي؟ إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الله، تحب النبي وما عندك والو من السنة نتاعو، تحب النبي وانت ما عندك والو من العلم ديال الشرع، ها؟ ولقد أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات لا إله إلا الله. شوف هذه الآية، أنا هذه الآية أنا دقدقتني. علاش؟ ملي يقول سيدي ربي ولقد اصطفينا، واش هو الاصطفاء؟ واش هو الاصطفاء؟ غير اختيار؟ اختيار مورا اختيار، بحال كاين زوج غرابل، الاختيار انتوما مجموعة نقول نوض عشرة، الاصطفاء لا ذوك العشرة نغرب لهم باش نديك لها. اصطفاء تصفية، اختيار بعد اختيار. زين، ولقد أورثنا الكتاب، الله تعالى ورث الكتاب سبحانه وتعالى، ها؟ الذين اصطفينا، لمن ورث الكتاب؟ لمن؟ العلم لمن ورثه؟ اللي اختارهم بعد اختيار. فمنهم ظالم لنفسه، ما حسيت بوالو أنا، اختيار بعد اختيار ويجي موراه الظالم لنفسه. يقولوا لي الله يرحمك والدي واش ما جاتكم والو؟ هذا ظالم لنفسه واصطفاه الله، علاش؟ لأن طريقه طريق العلم. لأن واحد الكلام كيقولوه الناس العربية ويقولوه على المثال الشعبي، يقول له النار الهمهمات بدي بالعلامة. ياك، النار الهمهمات بدي بالعلامة، ياك. علاش تبدي بالعلامة؟ هذا بعد تعلم. دار الواجب ديال العلم، دار الفريضة. فين عنده الديفو؟ في العمل. أما اللي ما عندوش العلم، لا علم ولا عمل، عصى ربي زوج مرات، النار الهمهمات بدي بالله فيه الفهامة، وخلى القرية يا أخي دار شرك، هذه غير يبغيو يجهلوا بها عباد الله، أنا بعد ما نعرفش الحمد لله ما يحاسبنيش ربي، أنت يحاسبك دوبلي. من قال اقرأ، قالها لكل شيء، اقرأ، موجه للمتكلم. فهذا ممن اصطفاهم الله، أورثه الكتاب، ظالم لنفسه. عنده العلم، عنده القرآن، ولكن اللي فيه الديفو، لكن راه في وجه القرآن، وفي وجه العلم اللي يحمله، وفي وجه التعليم اللي يعلم الناس، راه سيدي إن شاء الله تعالى من المصطفين، وغادي تجي الآية في التالي يقول جنات، بثلاثة يدخلوا الجنات، يا سبحان الله، يا سبحان الله، ومقتصد وسابق بالخيرات. أنا اللي دارني هو قضية ظالم لنفسي، الله تعالى سبحانه يصطفي الظالم لنفسي، علاش؟ قضية باش هذه المنزلة باش، العلم يا أخي، العلم يا أخي. قال أبو هريرة: لأن أنام على جراب من العلم خير من أن أتوسد الجهل. لأن واحد السيد قال له: إيوا ربما الإنسان يتعلم وما بقاش يخدم وكيكون حجة عليه، قال له: لا تقل ذلك ويحك، لأن أنام على جراب من العلم خير من أن أتوسد الجهل. فتوسد الجهل هو منقصة، هو أمر شنيع في الشريعة محقور،
محظور، مدحور، مكسور، محجور. لكن القضية ديال العلم مطلوبة، لأن أنت يا ملي تكون عندك العلم تكون ظالم لنفسك، لكن العلم من بعد واش ما يدير لك؟ واش ما يدير؟ ما حدو معك واش يبقى عليك؟ يبقى عليك حتى يردك. قال الإمام الغزالي: تعلمنا العلم في البداية مقصدنا الدنيا، فأبى العلم إلا أن يكون لله. لله العلم يلح، وكفى وكفى العالم غنى علمه. ولو لم يكن العالم وليا لله فليس لله من ولي. عقل ولي، ولي الله، ولي الله. هو يقول لك هذا راه مجدوب ولي الله، مجدوب ولي الله، وما قرح تزفته وما يصليش ولي، كي درت له؟ قال الإمام الشافعي: الولي هو العالم. الولي ولي الله هو العالم، لأن العلم يقربك لله ويجعلك ولي لله. عقله مزيان. الولي هو العالم. فقال: وليس لله ولي إن لم يكن العالم هو الولي. نكمل بهذا، ليس لله من ولي، الكلام تاع الشافعي، ليس لله من ولي إن لم يكن العالم هو الولي. فهو سيد الأولياء العالم، لا إله إلا الله. هذه كلمة عن الدور الثاني للمساجد، وهي أن دورها إشاعة العلم بين المسلمين. وصلى الله على حبيبنا محمد، على أمل اللقاء في الدرس القادم من دروس السيرة، دائما في الحديث عن دور المسجد. وصلى الله على حبيبنا محمد.